السلام عليكم ورحمة الله، كيفاش اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف ماشي مع رمضان؟ اليوم جيت نشارك معكم واحد التحلية كتجي صراحة مزيونة وكتجي ثلاثة طبقات. يلا بسم الله على بركة الله. كنحتاجو فقط نصف لتر ديال الحليب، ثلاثة معالق السكر، كنحتاجو واحد معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، كنحتاجو ثلاثة معالق ديال مايزينا ماشي عامرين، كنحتاجو هنايا واحد باني سكر وقهوة سريعة الدون أو نسكافيه اللي كان عندكم متوفر في البيت. كنعملو السكر، كنضيف عليه فاني، كنخلطوهم مزيان وكنعملوهم على البطء حتى كي يدير بصح الخليط ديالنا وكنخلوه. هنا خوتي عمرت الطبقه الاولانيه، غندخل النبيره حتى كتبرد لي وغنحتفظوا بالخليط ديالنا باش نعملو به ثلاثه طبقات. هذا وغنرجعكم. هنا خوتي غنقسمه هذا غنحتفظ به، ملي كنجيو نسكافيه ولا قهوة سريعة الذوبان نخلطوها مزيان. هي واحد الشافية الثانية غير نعملو على الأولانية. نسوح مبقاش في ديك الكويرات، الطبقة الثالثة كنضيفولو كاكاو المر. بعد اخوتي كندخلوهم للنبيره حتى كيشبروا راسهم شويه، عاد كنخرجوهم نعملو الطبقه الثالثه. احنا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو، ها كيفاش كتجي لي التحليه ديالنا. الصراحه كتجي لذيذه وفي نفس الوقت سريعه دغيا كتوجد وكتجي ثلاثه طبقات واقتصاديه. كنتمنى تجربوها. انا زينتها، التزيين كيبقى اختياري، زينتها بشويه ديال اللوز ايفيلي وشويه الشوكولات ديال الحبيبات. يلا خوتي نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله، وفطوركم مبروك.